السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أصدقائنا من مشاهدي قناة سعودي أوتو، برحب بكم وبجدد التحية والتهاني بالأيام الفضيلة لشهر رمضان المبارك. وحكاية اليوم عن سيارة خاصة جدا، يعني ليها طعم خاص وجواها نقدر نقول جينات رياضية وشقاوة سيارات السباق. اليوم حكايتنا عن السيارة MG MGA اللي بيرجع تاريخ تصميمها لعام 1951، لما ابتكر فريق التصميم في MG البريطانية تصميم جديد وانسيابي قريب لسيارات السباقات، رغم انه كان للطرق العادية. حكاية سيارة الموسم الرابع. بعد ما المصممين يا إخواني بنوا الهيكل وانتهوا تماماً من النموذج الأولي، عرضوا كل شيء على رئيس شركة BMC وهي اختصار لبريتش موتور كوربوريشن، الشركة البريطانية للسيارات، وكان اسمه ليونارد لورد. المهم أنه ليونارد هذا رفض فكرة إنتاج السيارة الجديدة، وكان السبب الحقيقي أنه وقع صفقة مع دونالد هيلي لإنتاج سيارات أوستن هيلي. لكن في الوقت هداك كانت مبيعات طرازات MG التقليدية منخفضة جدا، وهنا غير الرجل رأيه في إنتاج هذا الطراز، وتم إنتاج السيارة وإطلاقها رسميا في 26 سبتمبر 1955 في معرض فرانكفورت للسيارات. في الوقت هداك يا أصدقائنا وحبايبنا كان تصميم سيارة MG هذه يعتبر ثورة على كل أشكال التصاميم الموجودة داخل شركة MG وكمان على مستوى السيارات عامة. ليش هالكلام؟ لأنه سيارات MG تقريبا كان تصميمها متشابه ومتكرر بشكل ممل. المهم طلعت السيارة MGA وحلت محل اللي هي MG TF 1500 ميجت، وظهرت بهيكل جديد ورفارف وقياسات جديدة، ومن الداخل صمموا المقصورة الداخلية إنها تكون منخفضة للسائق أكثر من الطرازات السابقة، وتم إضافة الحرف A عشان يخلوها بداية لحقبة جديدة في تصاميم MG. واعطتها شركة BMC واللي هي بريتش موتور كوربوريشن محرك من فئة B واللي كان متوفر مع السيارة، يجي بأربع اسطوانات سعة 1.5 لتر يولد قوة 72 حصان، وكانت سرعتها القصوى 157 كيلومتر في الساعة، وتتسارع هذه السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 16 ثانية. الطراز الكشف كان يجي من غير مقابض للأبواب واللي كانت تتوفر في الطراز الكوبيه، وبلغت تكلفة السيارة في هذاك الوقت حزروا كم؟ 844 جنيه استرليني شامل الضرائب، واللي كان يعتبر سعر منافس لسيارة رياضية سعرها تحت 1000 جنيه استرليني. كان واضح يا أصدقائنا من البداية أنه MG مهتمة جدا بتعزيز طابع السيارة السباقية في الموديل MGA، برغم زي ما قلنا أنه متصمم للطرق العادية. المهم أنه في عام 1958 تم إضافة طراز اللي هو Twin Cam DOHC عالي الأداء، كان بيعطي قوة 108 حصان، وتصميم جديد للجنوط من شركة دنلوب للإطارات عشان تحكم السيطرة والتوازن على السيارة ووزنها الخفيف، وكان يعطي سرعة قصوى 182 كيلومتر في الساعة، وتسارع السيارة 9.1 ثواني، وسعرها كان 1283 جنيه استرليني شامل الضرائب. ومع أنه هذا الطراز كان قوي، لكن للأسف تعرض للكثير من المشاكل وعيوب التصنيع. كان أولها هو انفجار المحرك وتآكل الزيت، عشان كده تم تصحيح معظم مشاكل المحرك اللي هو توين كام، وقدموا محرك منخفض الضغط يولد قوة 100 حصان. لكن
هذا التعديل اتأخر كثير وما قدر يعيد الثقة في هذا الطراز، وهذا اللي خلى الشركة في شهر إبريل من عام 1960 تقرر إيقاف إنتاج طراز التوين كام، وهذا زي ما قلنا بسبب كثرة مشاكل الضمان، وتم إنتاج 2210 سيارات فقط من هذا الطراز. والحين يا أصدقائنا اسمحوا لي نخرج لفاصل وحشنا نشوف هالإم جي اي اللي كان ليها صدى كبير وقت ظهورها قبل 70 سنة، رغم انه سعرها كان اقل من 1000 جنيه استرليني. تعالوا نشوف ونرجع نكمل الحكاية. حكايات جديدة عن اهم السيارات واكبر الشركات. يا هلا ويا مرحبا بكل مشاهدينا. نكمل معاكم حكاية ام جي قبل 70 سنة، ونقول انه في عام 1959 حصلت ام جي اي على محرك جديد بسعة 1600 سي سي، كان بيعطي قوة 79.5 حصان، وتم تسمية هذا الطراز ديلوكس، وكان سعره أرخص من التوين كام اللي تكلمنا عنه قبل الفاصل بحدود 300 جنيه استرليني. ووفروا للسيارة مكابح ديسكات في الأمام واسطوانات الفرامل في الخلف اللي هي الدرام بريك. وكان من اللافت للنظر يا أصدقائنا أنه كان يشبه كثير جداً طراز الـ 1500 باختلاف كتابة الـ 1600 على الصندوق الخلفي وغطاء المحرك بدل الـ 1500، وطبعاً كلها أرقام بتعكس سعة المحرك. المهم أنه تم إنتاج 1600 سيارة من طراز ديلوكس بعجلات خاصة ومكابح قرصية للأربع عجلات من التوين كام اللي تم إيقافها، أو باستخدام هيكل توين كام معدل بالكامل واللي كان موجود وما تم استخدامه بعد ما توقف هذا الطراز، وتم بناء 70 سيارة رودستر و12 سيارة كوبيه. وزي ما قلت لكم ام جي كشركة كانت مهتمة جدا بأن الموديل ام جي اي تزيد قوته كل شوية، وللمرة الثالثة وفي عام 1961 تم زيادة حجم المحرك مرة ثانية إلى 1622 سنتيمتر مكعب عن طريق زيادة التجويف من 75.4 من 10 مليمتر إلى 76.2 من 10 مليمتر، وعدلوا رأس الاسطوانة كمان بصمامات أكبر وغرف احتراق معاد تصميمها بالكامل، وهذا ساهم في رفع القوة الحصانية إلى 90 حصان، وتوفر للطراز هذا يا أصدقائي محور خلفي بالنسبة أعلى، وكمان أضواء موريس ميني الخلفية اللي تظهر أفقياً أسفل غطاء الصندوق الخلفي، وكان من أكثر التغييرات المرئية وضوحاً، وتم بناء 8198 سيارة مارك 2 رودستر و521 سيارة كوبي. تعالوا الحين مشاهدينا وأصدقائنا نتوقف في محطة مهمة على طريق سيارة ام جي اي، وهي محطة السباقات. هنا هنلقي السيارة هذه حققت أرقام جيدة في السباقات العالمية الأوروبية وحتى الأمريكية كمان، بداية من لومانس 24 hours في عام 1955 لما تمكنت سيارتين من هذا الطراز من انتزاع المركزين 12 و17 بشكل عام، لكن السيارة الثالثة اتحطمت وصيب السائق بجروح خطيرة جدا. وعلى مستوى أمريكا حققت السيارة الرياضية MGA مراكز عالية في بطولات SCCA الوطنية كونها سيارة أجنبية بتنافس عمالقة صناع السيارات الأمريكيين، وكانت خيار مفضل للي يبغوا يتنافسوا في السباقات القديمة. ومن عام 1962
تم استخدام MGA في ناسكار، لكن للأسف بعدها بسنة أي في عام 1963 صدرت القرارات الجديدة لمنظومة ناسكار إنه المشاركة تكون فقط للمصنعين الأمريكيين، وكانت للأسف بتمثل آخر مصنع أجنبي يخرج من البطولة. وهنا وفي المحطة هذه تم إيقاف إنتاج هذه السيارة عام 1962 بعد إنتاج ما يقارب 101,081 سيارة، وتم تصدير غالبيتها خارج بريطانيا، وتم بيع 5869 سيارة فقط في السوق المحلي. أنا حاسس أني شوقتكم نشوف مع بعض سيارة MGA سباقية، وكيف بعد سنين بسيطة من ظهورها طلعت تنافس أشهر وأعرق الماركات الأوروبية في سباقات لومانز 24 ساعة، وأشهر السيارات الأمريكية في سباقات ناسكار. تعالوا مع بعض نشوف هذه المقاطع. حكاية سيارة، أول نافذة عربية تحكي تاريخ الصناعة. أتمنى لكل أصدقاء ومحبي قناة سعودي أوتو إنكم تكونوا استمتعتم بحكاية الليلة، يمكن قصيرة عن سيارة يمكن صغيرة، لكن العبرة كانت أكبر بكثير من حجم السيارة. العبرة يا إخواني إنه كيف ممكن الإنسان يتعلم من حكاية سيارة زي MGA إنه المكانة مش بالعمر لكن بالقدرة والمهارة، ويتعلم إنه مش المهم كم سنة عشت لكن كم عمل عظيم وجليل أنجزت. درس MGA بيعلمنا إنه المنافسة مش حكر على أسماء قديمة وشهيرة، المنافسة بتحترم الأسماء الجديرة بالاحترام. ولكل أصدقائنا من المشاهدين أقول لكم إننا في سعودي أوتو بنراهن دائما على رصيدنا من احترامكم ومحبتكم. وفي الأخير ليكم مني كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.